محبة يا ساجر، محبة، أنا أحبك. داهم بدي يجي مصر. راح تستقبلني؟ من المطار، والله والله من المطار، بس تيجي بعد الساعة 9 بالليل، تيجي بعد الساعة 8 هتلاقيني فاتح، بس ما أعرفكش. لا، أنا التذكرة حقي على الساعة 12 الظهر. تنور في أي وقت يا صاحبي. وين أنت؟ في القاهرة؟ أنا جاي على القاهرة. بجد والله؟ جاي إمتى؟ والله شوف، أنا ما عمري كلمت أحد، ولكن التأشيرة جاهزة، بس لسه ما قررت، لسه ما قطعت تذكرة طيران. قاعد انزل بكرة وأبشر في بيتي هنا، الله يسعدك، ما تقصر، والله بغريب والله عليك بجد والله. أقسم ده بالله أنتوا أجدع تحبني، ناس يا مداهم. انتوا أجدع. أحكام سلخة؟ أيوة حلو، يا صقر، عمو حشمت عاوز يتعرف على مداهم، شو اسوي؟ مداهم في واحد اسمه عمو حشمت عاوز يتعرف عليك. يا مرحب بي. خلاص قل له، يقول لك مداهم يا مرحب بيك. يا سوسو، جحفلي جحفلي مداهم لانه ضعيف. جحف المداهم لأنه ضعيف. طب خذ هذه تكبيس على الصنعة، زيدوا تكبيس. خذوا هذه تكبيس على النخرة. يا ابو نخرة، تكبيس على النخرة، على يا نخرتي، على نخرتي. على نخرتك. ايه نخرتك دي يالا؟ يخرب يعني بيت، أنفي. قول انفي يا اخي، البس كله فهمك غلط. كبس على نخرتي، يا نهار ازرق. أنا أتكلم بالعامية، يعني هاي عندنا نقولها نخرة. عندنا نخرة دي يعني فتحة. أسألك بالله، ايش؟ جد؟ اه والله نخرة بس بالصعيدي. خليني أكبس على نخرتك. شباب يا كبسوا، وصي، إيه على الدبل. ها اصبر يا الدبل حبابل، شباب، أول اصبر قسم، سعديني كم أول قس الباقي، لازم نفوز، خسارة لا. وانا ده اول قسط ليا. اجدوه اجدوه، لا ترحموه. تكبيس طناخة مو جحفلة. والله كفو يا كتيبة، شغل لكم النشيد دلوقتي وسكعوه. شغلهم النشيد، شغلهم نشيد الكتيبة، شغلهم. مش لا يعني لو شغلت النشيد مش في صالحك، حتفرموني؟ أقل شيء. اوكي خذ يا أم البنت، خد خد يا بالدبل. اقعد جمبري عضك، اقعد. ايوه احمد، احنا ما نحتاج دبل، احنا من عند الله مدبلين. بنات، ايوه الوان محمد، الوان محمد. روحية سعدين، تكبيس من نار يا كتيبة، تكبيس من نار. أم البانة، تكبيس يا دبل، شباب، وقال احتاج دبل. تكبيس. تسوي عذر عذر، قلبي يا خلاص يا مبروك. عبد سلام، عبد سلام، عبد سلام، عبد سلام، ايوه عبد سلام، ايمان يا مرة ايمان، شرطنك يا عبد سلام. قول لي ابو زايد، يا ابو زايد، ابو شباب زايد، عادي يا عادي ابو عادي عادي، زايد، اصبر. يسعد دينك يا ابو زايد. ده انا حاجة احفلك يلا. يو كان سي مي، يو كان سي مي. بالله شباب ضيفوا الداعمين كلهم، بالله ضيفوهم. شوف بص حضرتك، ده انا حشغل الموسيقى الحين، حفرمك، نيل حشغل حنينتك، النشيد، النشيد الخاص. شدوا تكبيس يا كتيبة، تكبيس تكبيس. والله كفو عليك، بداية البث مبشرة، الحمد لله فيش تنصيب كتير. أم البانة، هوب شباب، بص حضرتك، ده انا حفرمك. خرجني مكويتك، نعم.
تدور تدور ايامنا قلبي بطيخ شدوا تكبير شدوا تكبير احمد لا شباب ضيف الدعمين زيدوا تكبيس زيدوا تكبيس يا شباب زيدوا تكبيس معك ألف نقطة سلف معايا حاجة تانية وفرها لا لا يا أخي لا تفهم غلط خلي نيتك نظيفة ما أنا ما قلت شيء ما قلت لك وسخ ولا نيتك وسخ أيوة يعني أنا بقول لك كف شو أحكامك يا مداهم أحكام صرف الحكم الأول أنت ما نفذتش حكم البايولي بتاع امبارح نفذته الله المستعان مو امبارح قبل امبارح لا كذاب امبارح والله امبارح ما فتحت بث قول اقسم بالله نفذته اقسم بالله امبارح ما فتحت نفت ما فتحت بث ليش تكذب علي ماشي قول اقسم بالله نفذت الحكم اسالك بالله يا مداهم وصلت بيني وبينك انك ما صدقني الا بحلفه بذمتك هل هذا يرضيك؟ يرضيني والله العظيم انك جرحت خاطري ومشاعري وحساويسي لاني بيني وبيني وياك لو احنا مرتبطين يا اخويا جرحت خاطرك ومشاعرك ما انا شايفك خطيبتي يعرف يدب الواطي والله يعرف يدب شباب كاني جبت العيد عجبتني لا لا عادي عادي يلا قلبي ام البلد يعني انت ما نفذتش الحكم بتاع المره اللي فاتت حلو لا نفذته والله ما نفذته ما دام ما حلفتش يبقى كذاب ما تحلفش يا مداهم ماشي هناخده منك حصانه مش هديهولك حكم دلوقتي هناخده منك حصانه يلا او نفذ الحكم احسن لك يعني نفذ الحكم احسن لك ماشي عشان عشان هيكون عندك داعم وتكسب بسكور محترم وفي الاخر اسيبك واطلع يا في الاخر اديني الحكم حق دلوقتي وحق امبارح الحكم الاول ثاني نشكر الداعمين ابو زايد طروق مشوان ادفع انت ارفعك قلبي الامير ام البانه احمد روحيه رامي شيخ الكتيبة سامي اللي عنده بس روحية ورامي دول سيكا حكم الأول ها تعرف تنوي شو تنوي مثل البسة حلو عادي لو بس يعني البسة تقول مياو البس يقول يا لا ما قلت لكش تصير حمار تصير بسة قال دخل حمار اللهم صل على النبي حكم الأول تنوي لي 15 مرة حلو تنوي نواء الأنثى مو الذكر حلو تقول لي مياو كذا حلو حكم الثاني تسوي لي باتمان حلوين الحكم الثالث تخيل ان في فار في الاوضه وتدور عليه لمده جوله كامله بشحاطه وتخربط الشقه كلها ولكن انت عارف يا مداهم لو اقعد امشي مده جوله كامله خمس دقائق دي بوصل من الرياض للدمام والله هذه مشكلتك كيف باتمان تربط وشاح اسود على رقبتك وشغل لك اغنيه باتمان تسوي مثله اكنك طاير ايوه اجيب لك اغنيه باتمان اهو لا احنا عايزين حاجة طويلة طويلة الورا كده ما عندي والله خلاص بص احود الكاميرا كده عشان تسوي هيك وتقعد تركض كيف اسوي الكاميرا تسوي كده تسوي كده وتقعد تركض رايح جاي رايح جاي في الأوضة كلها ليش مو انا بمكان شوف لا هنا مشوار كده وارجع لا 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 في الاوضه كلها في الاوضه كلها يعني عندي في الاوضه في اسرار عائليه ادخل اوضه ثانيه اطلع الصالون اوضه صديقي انا ما ادخل بغيابه ادخل الصالون الصالون فيه معسل وارجيله بنحضر
لا 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 لا، ما دام مش شغالين مش تنحضر. لا 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 تسوي، لا لا، انحضرت قبل امس عشان بس طلعت شوية من المعسل. خلاص والله دي مشكلتك ماليش فيه. مداهم كله نفس الشيء، شوف مشوار لين هنا وارجع لين هنا. بص لا حقك حق الداعم، حق الداعم، ما هو حق الداعم بنفس المكان، يعني الداعم اهم شيء لا يصير باهمل. تلف الأوضة كلها، تلف الأوضة كلها. شوف المشوار لما يكون في الاوضه كلها نفس وانت رايح جاي، اهم شيء كم قطعت كيلو، كم قطعت متر. بقول لك ما تقعدش توقع في يا الشارع. عالم يلا ولا يلا ده بص شرق 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 يا ابني، مش كده يا صقر؟ ايه ده ايه ده، بتمنى عنده تسلخات؟ يلا يلا نفذ حكم، شغل لك اغنيه باتمان، تسوي هيك وتركض. ايوه 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 قول له صقر يطير. شوف شوف باتمان، شوف يطير، شوف. يلا ورينا ورينا، قول له قول له يا ابن اللعيبة شوف. طير طير. خلاص تعبت يا ابن، تعبت. بص حضرتك أحسن واحد نفذ حكم باتمان، إن أول مرة أشوف باتمان عنده تسلخات. هم تسلخات، أمس ولا لعب إيش كنت كورة اليوم تعبان فشخ؟ فهم؟ إيش؟ أمس رحت ألعب كورة فاليوم صحيت من النوم تعبان ما أقدر أتحرك. وأنت بتعرف تلعب كورة؟ بص حضرتك دنا علي معلول. انزل انزل. أنا بشجع الأهلي. جدع جدع جدع. ده انت انا عندك كم ما سنة يا صاحبي؟ بحبش عندك الزمان. كم سنة؟ 24. والله بسم الله ما شاء الله. أول ما تكبر يبقى تعالى ادخل العب معايا تاني عشان لسه أندر إيدج. يلا سلام. أيوه لا سلامة. إيه لم الم إيه إيه لم الموضوع شوية، لم الموضوع. الله يبارك لك. دي كنت عم باكل. شو يا زومي مدعم؟ زومي لا زومي زومي نص ساعة وجاي لك. لابس شتوي، أنا لابس شتوي، أنا لابس شتوي. تملتكوا إيه؟ لابس شات بنص كم وعليه جاكيت. استغفر الله العظيم يا رب. ارجع يا واطي ارجع. خليها انتوا كلكم تعبتوا ليه كده؟ ارجع صح؟ هم كلكم عاملين تجمهر؟ يا عم انت يا جدع عم بتاخدوا سكرين فيديو تقصوا حته معينه وبعدين الجو عندهم حر زياده يعني انت فاهم؟ يعني ما ينفعش اصلا ادخل ده يوم اسود.
ليش؟ فعندكم عندكم برضك ما فيش شتاء؟ لا ما في برد. لا نزلي نزلي ارفعي التليفون فوق شوية. جدعة يا نايتي جدعة، أحبك وأنت مطيعة. وأنا أحبك وأنت بكل حالاتك. شو أخبارك؟ الحمد لله وأنت؟ ماشي الحال، رجعت الحساب تبعك؟ الحمد لله رجع. أنت في مطعم؟ إيه بمطعم يا مداهم. كل عشان أعطيك أحكام حلوة. بعطيك أحكام حلوة في المطعم. الله يستر. اوعى تجرسونا، اوعى تجرسونا، شدوا تكبيس. الجوله الجايه هنرجع، انا قلت لها تظبط الدنيا وهنرجع الجوله الجايه، بس تكون هي لمت الامور شويه. مع مين عم تحكي؟ واحده صديقتي في الكومنتات تقول لي ارجع العب مع صقر تاني. قلت لها ماشي. تكبيس طناخه مو جحفله يا منسق رامي ضبضب. اسمك على ايدي وقسمته يا رامي. ايوه اسمه منسق فعلا. ايه والله حاطته على قلبي ايدي. قلبي قلبي. اسمك رز كايز. رزق رزق كايز. بين الره والزين بس. فين التكبيس يا جدعان؟ بس قلبي يا بس. ما تجرسونا كايز، ما تجرسونا. المنسقين عندي شو قصتهم؟ ام البال. اصبروا على الدبل يا جدعان، يا جدعان انتوا ليه متسرعين؟ الدبل بينفع. يعني بدل ما تنزل ايديها ب 500 تتحسب 500 تتحسب 1000. حد يبعت اسد يبقى اسدين. كايز اذا بتحبوني ما تجرسوني، كل الكافيه معجبين فيني. بس ما هو انا بتكلم مع درزي وربنا بتكلم عربي يا جدعان. اخبار تمام. بقول لك هديك احكام في المطعم ده حلو قوي. انت مين اللي قاعد بيلغي فيك؟ يا واطية. قول لي قول لي مين ده مين ده؟ هيدا بتاع المطعم خرفنتي شمات حاسبي. لا بس انا بحكي بحجز لي الطاولة بيهتم فيي بس مش اكثر. ام البانة. يعني تنسقوا مع بعض. ايوه تنسيق، تعلمت التنسيق. ايوه احنا في زمن التنسيق دلوقتي. الله يستر. فين 23 شكلها نبي شكلها سنه غبره. لك جايز جايز والله لنتجرس. شدوا حيلكم. فينا يا يا رامي. ايش هذا المنسق رامي هرانك ايس كريم يا زلمه. والله ما دخلني شيء، ما له علاقه. الحمد لله هو بينسق بعيد عني يبقى حبيبي. باسم يا عم اصبر يا باسم، يا باسم انت بتستعجل ليه يا باسم؟ الدبل اتفتح ونزل اسد حبيبي يا باسم. ادم شو قصتكم؟ كان يعني اكثر قلبي يا ايمان. هشوفوا ايمان بتفهم. ايوه ايوه يا ساتر. ابو زياد يسوي عظمه اليوم، والله كل يوم يسوي عظمه. قلبي يا ابو زياد. قول لي مار دكتره قلبي يا دكتورة طروق يا قلب أخوك. أم البانة، أم البانة تتهور اليوم. أيوة يا ساتر يا ساتر. أوف 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 أوف. إيش في اليوم إيش في اليوم؟ آدم يا آدم. لا هدوا شوي هدوا شوي. يسعدينكم والله. رجعت الكتيبة، رجعت الكتيبة، رجعت تسوي عظمة. ما شاء الله عليكم متحمسين. ما شاء الله عليهم عشان الأحكام بس. نسر يا نسر. الحكم الأول. أيوة. الحكم الأول بدي إياك تجيبي ثلاث بنات من المطعم يتغزلوا فيه، قولوا لي أنت قمر، أنت مرة حلو، أنت أمور. ثلاث بنات، ثلاث بنات. صعب 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 مستحيل. ليش؟ ايش فيه؟ وش لنا بهذا مين بعته؟ يا ستي يا تخيلي شكلك ما رحتيش الكوافير لمده 3 ايام، عادي يعني. رجعي شعرك زي ما كان، رجعي شعرك زي ما كان. كيف؟ طلعيه لقدام.
لا 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 طلعي كله، كان كله لقدام. ايوه كده جدع. غار عليا مدافع. ايه اغار عليك؟ شايفتك والله عندها عين في ودنها، الله يقلع وجه. شوفي وانا مكسيكي قلبي حوده. ابو محمد تعرف مداهم، تعرف اكثر شيء بحبه فيك شو هو؟ ايش؟ دمك الخفيف والله العظيم. صحيح انت خفيف ودمك خفيف. الله يقلع وجهك قلبي. ابو محمد ابو ميدو، غيرت الاسم حبيبي. ابو ميدو حنتبهدل الحكم الاول. ايوه بدي اياكي تقفي بنص المطعم وتقولي انا بدي عريس بصوت عالي ثلاث مرات. مستحيل. الحكم الثاني. الحكم الثاني، انت قاعده في، انت قاعده في الامارات ولا في لبنان؟ لا بلبنان. بلبنان تروحي تشحتي مليون مليون ليرة من أشخاص غير بعض في المطعم. من كم واحد يعني؟ والله لو واحد ده يدهم لك ما عنديش مشكلة. اتنين تلاتة. لا مداهم واحد بيكفي نشحت. ها لسه كذا واحد. والله أنا عايز مليون درهم، مليون ليرة. يعني من شخص واحد ولا من كم واحد؟ لا من شخصين أقل شيء. أوكي الحكم الثالث. الحكم الثالث اقلب الكاميرا كده عايز أشوف المطعم. أيوة ها ارجع على الشمال تاني. لوين؟ ارجع ارجع الكاميرا تاني. اثباتي بقى حاجة حاجة على الناس اللي تحت يا نايتي، على الناس اللي تحت. حاطين أراجيل بروح بنحذر. لا 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 ما بتنحذر. لا بنحذر شو مالك؟ يلا اوكي حاطين لك اياها تحت الكاميرا ولا كيف؟ اقلبي الكاميرا هاتي لي الناس وهم قاعدين كده. ايوه شفت الترابيزه الكبيره دي؟ ايه. عايزك تحط التليفون في اول الترابيزه. لا بروح باخذ بشحت مليون ليره احسن لي من شخصين. تمام؟ ادم طروق ام البانا عوده باسل ابو ميدو رامي المنسق لهب إيهاب. لهب دي جت إزاي؟ إيهاب حبيبي يا إيهاب. إيمان حب كبير ليكم. تسلموني. إيه البناطيل المقطعة دي؟ معكيش فلوس؟ ما تجيبيش من واحد صاحبي. اسمع شوي. معك مليون مليون ليرة تديني إياها ده؟ شو؟ شو؟ ما عندك؟ طب دبر لي هون ولا هون؟ ما في أبداً؟ طب من اصحابك ولا؟ طب ولا انت روحي اسالي اصحابه. طب رح اسال صاحبه خلص. لا لا انا بروح بساله ما بيسال. مش قدام العالم تعمل تعال شحاته معلبه. مش قدام الناس. عندك مليون مليون لبناني؟ لا ولا فيك تدبر لي؟ لا كله مفلس. ما كله مفلس. انت بوضع البلد تعبان بالاخر. طيب ولا حتى مية؟ ولا مية. لا ما في. هاي صاروا اثنين. ها شوف شو انا بفهمت. لا لا يا ماما لازم تحصلي مليون ليرة. لازم تحصلي. يلا شو كيف بدي احصل يا مداهم؟ ما بيعطوني ما عندهم. هذه مشكلتك. الاسكور ترى حاجة وثلاثين الف ده المفروض اشنقك بيهم. بس طب انا ما فيك تدبر لي؟ صعب. محمود صعب. ما في غيره. انا بوريك يا مداهم. أنا بوريك. بعتني لعم صاحب المحل يا جرستي وهو ما جا فيني أساسا. يعني أنت تروح أصلا تعيش على قفاهم إيش حتستفاد؟ بقولك بقولك ارجع هاتي في كوز في الأرض. سكوت محمود معك مليون ليرة؟ لا زين
هلا هلا نبغى نشوفه مليون. ايه بدهم مليون هلا اخذها. قلت انت اولى ما اخذها من غيرك. كفو كفو يا محمود، كفو يا محمود. يلا جيب بس ليجيبها. كفو كفو. جرستني يا مدعم. لو مع لو مش معاهم مساحة بقى بيكم. لا 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 خليه يجيبوا الحسب. قلبي يا ام البانة. عم يلملم لي اياها روق. والله كفو محمود، والله كفو. عم بنهر دخل عمالين عنده في فلوس اهو تحت. ايه ايه الله يقلع وجهك يا مورا. مورا اصبر بقى عشان مفيش حتى معلبة شده بس. ها شوف تمام، عديهم قدامنا، عديهم قدامنا. شوف دي الورقة ام 100,000. والله العظيم مليون. خلاص خدي يلا واطلعي فوق، اطلعي فوق ما تدلوش المليون. طيب خلاص اوكي. بلاك بلاك زربوا سياهم. كفو كفو عليك. بصي انا عايز اعرف شعورك وانت شحاده. كل العالم صار تسألني لميت المليون ولا لسه. انا بوريك. كفو صرت مليونيرة. ادعيلي ادعيلي. خلاص بدعي لك. ها يلا سردبي سردبي. انا ما ادخل ما شحاتين اصلا. يا نهار ازرق. يا ساتر. السلام أيوة. عليكم. وعليكم السلام، كيفك اختي؟ الحمد لله يا رب دايما.